الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد جاءتنا أسئلة عديدة من بلاد بعيدة، ولا سيما بلاد أوروبا وأمريكا. هناك يشيع الإخوة السلفية أن الحنفية يحرمون التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كعادة الإخوة السلفية، يعني يفعلون ما شاءون هكذا، والذي يدقق خلفهم قليل، أن الحنفية يمنعون التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإلى إن شاء الله في هذه السلسلة يسيرة، يعني في عدة حلقات، سنتكلم عن توسل الأئمة الأربعة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني فقهاء المذاهب الأربعة، ونبدأ بالمذهب الحنفي. الإمام العيني صاحب عمدة القاري، وهو الفقيه الحنفي الكبير المحدث الإمام الجليل، يقول في عمدة القاري في الجزء الأول صفحة 11، يقول: ها نحن نشرع في المقصود بعون الملك المعبود، ونسأله الإعانة على الاختتام، متوسلا بالنبي خير الأنام وآله الكرام. توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وآله الكرام. بعده بقليل الكمال بن الهمام، الكمال ابن الهمام، وهو ممن وصل مرتبة الاجتهاد، حنفي مجتهد، يقول عن نفسه: لولا الأسقام لبلغت رتبة الاجتهاد. هذا على سبيل التواضع. يقول في فتح القدير، من أهم كتب الحنفية على الإطلاق، يقول في الجزء الثاني صفحة 332، يقول في كتاب الحج: باب زيارة النبي. ثم يقول: ويسأل الله حاجته متوسلا إلى الله بحضرة نبيه. ثم قال: يسأل النبي الشفاعة فيقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة، يا رسول الله أتوسل بك إلى الله. هذا طبعا من أهم كتب الحنفية، من أهم كتب الحنفية الموصلي صاحب الاختيار. ماذا يقول؟ قال عند باب ما فيما يقال عند زيارة النبي، قال: جئناك من بلاد شاسعة والاستشفاع بك إلى ربنا. استشفع إلى الله تعالى بسيدنا رسول الله محمد سيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين. الآلوسي، وهذا طبعا ليس عندي ترتيب في التواريخ هكذا اعتباطا، والبحث جاء اعتباطيا أصلا. والأمر الآخر، حاولت استثناء كل المبتدعة، يعني حنفية مليء معتزلة، الزمخشري وغير الزمخشري كلهم لهم توسلات، حتى لا يقال ها انظر يأتي المعتزلة، لا، فقط أهل السنة والجماعة أشعرية وما تريدية. الألوسي والسلفية يصنفونه منهم ويعدونه سلفيا، ولهم رسائل في هذا، السلف جهود الحنفية في كذا في عقيدة السلف. هذا الإمام الألوسي صاحب روح المعاني. ماذا يقول في الجزء الثالث صفحة 299؟ يقول: وبعد هذا كله أنا لا أرى بأسا في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي حيا وميتا. ويراد من الجاه معنى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى، مثل أن يراد به المحبة العامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته، فيكون معنى قول القائل أتوسل إليك بجاه نبيك أن تقضي لي حاجتي، يعني إلهي اجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي. فالقضية واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام هذا رسول الله، نحن نتوسل إلى الله به لأن الله تعالى يحبه. ويقول في الجزء الثاني صفحة 300 بعد بقليل: بل لا أرى بأسا بالإقسام على الله تعالى بجاهه بهذا المعنى. والكلام في الحرمة كالكلام في الجاه، يعني تقول بحرمة النبي أو تقول بجاه النبي، يعني سواء. هذا الشيخ الألوسي الذي يصنفه السلفية لعدة كلمات جاءت في كلامه أتوهم أنه منهم، يصرح بهذا. الشيخ محمد علاء الدين بن عابدين مكمل حاشية عمدة كتب الحنفية، وهو خاتمة المحققين وإليه المرجع في الفتوى عند الحنفية، ماذا يقول في كتكملة الحاشية؟ يقول عن نفسه: كان الله له ولوالديه وغفر له ولأولاده ولمشايخه ولمن له حق عليه بجاه سيد الأنبياء والمرسلين. هذا عمدة الحنفية في الفتوى. غيره، الفتاوى الهندية، ما نأتيك من الشهاد الشامي ابن عابدين الشامي، الآن نذهب إلى الهند
نسافر الهند. الفتاوى الهندية أهم كتاب من كتب المذهب الحنفي ألفه علماء الهند. قال ثم في الجزء الأول صفحة 266 يقول: ثم يقف أي الزائر عند رأسه عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك إليك، مستشفعين بنبيك إليك. يقولها أين؟ عند قبر سيدنا المصطفى الحبيب المجتبى. غيره الصالح صاحب الكتاب العظيم موسوعة السيرة سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد عليه الصلاة والسلام، هذا موسوعة في السيرة، يقول في الجزء 12 صفحة 408: اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. غيره ملا علي القاري والسلفية أحيانا يصنفونه منهم لكلمات ندت منه ظنوا أنه يوافقهم. ماذا يقول الشيخ ملا علي القاري وهو من كبار علماء، محدث متكلم فقيه، ماذا يقول في شرح المشكات؟ قال شيخ مشايخنا علامة العلماء المتبحرين شمس الدين ابن الجزري في مقدمة شرحه للمصابيح: إني زرت قبره بنيسابور، يعني مسلم بن الحجاج القشيري، وقرأت بعض صحيحه على سبيل التيمن والتبرك عند قبره. يعني يروي كلام ابن الجزري الإمام الكبير صاحب القراءات شمس الدين الجزري ابن الجزري الإمام المعروف، يعني كل قراءات في الدنيا الجزرية وغير الجزرية إخوان القراء من السلفية إسنادهم منقطع الآن، لأنه في إنسان يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتوسل بل ليس بالنبي بل بصحيح مسلم عند قبر الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه. ويقول الشيخ ملا علي القاري مؤيدا ويعني داعما لهذا. غيره الزيلعي، من الزيلعي؟ المحدث الفقيه الإمام الكبير صاحب نصب الراية، وما أدراك ما نصب الراية، صاحب تبيين الحقائق من أهم يعني شروح الحنفية. ماذا يقول في الجزء في تبيين الحقائق في الجزء 15 صفحة 60؟ يقول: هذا ما ظهر لكتابه بلغه الله مقاصده بمحمد وآله، بمحمد وآله. طيب الشريف الجرجاني، وما أدراك ما الشريف الجرجاني؟ العلماء كانوا يقولون السيد والسعد إذا ضربوا المثل في العلم العالي الذي لا ينال شأوه يقولون هذا مثل السيد والسعد، السيد الجرجاني والسعد التفتازاني. ماذا يقول السيد الجرجاني رحمه الله في أوائل حاشيتي على المطالع؟ يقول: فإن قيل هذا التوسل إنما يتصور إذا كانوا متعلقين بالأبدان، يعني بالصالحين والأولياء وكذا والنبي عليه الصلاة والسلام، وأما إذا تجردوا عنها فلا، إذ لا وجهة مقتضية للمناسبة. قلنا يكفيهم أنهم كانوا متعلقين بها متوجهين إلى تكميل النفوس الناقصة بهمة عالية، فإن أثر ذلك باق، يعني أثر أولئك الصالحين في أجسادهم باق، وكذلك كانت زيارة مراقدهم معدة لفيضان أنوار كثيرة، لفيضان أنوار كثيرة منهم على الزائرين كما يشاهده أصحاب البصائر. والله شاهدنا كثيرا، وكل علماء والصالحين شاهدوا هذا. ماذا يقول الشيخ ابن عابدين رحمه الله خاتمة المحققين؟ قبل قليل نقلنا كلام ابنه، الآن ما قلت كلام نقل اعتباطي وعن طريق الحاسب أيضا، ليس بحثا تفصيلا، عن طريق الحاسب يعطينا النتائج. ابن عابدين ماذا يقول في حاشيته رد المحتار على الدر المختار؟ قال قال يقول: أسير الذنوب جامع هذه الأوراق راجيا من مولاه الكريم متوسلا بنبيه العظيم وبكل جاه عنده تعالى أن يمن عليه كرما وفضلا بقبول هذا السعي. يعني الله تعالى أجاب دعاه وكتب الله له القبول ببركة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف في كل مكان حاشد الشامي أهم كتاب في المذهب الحنفي عند المتأخرين. غيره عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب، وما أدراك ما خزانة الأدب؟ كل إنسان يعمل في اللغة والأدب وكذا والشعر والشواهد الشعرية يعلم قيمة هذا الكتاب، كتاب خزانة الأدب. يقول:
يدعو لبعض الأمراء ويسر له النصر المبين المتين وسهل له الفتح المبين بجاه حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا موضع آخر للآلوسي صاحب روح المعاني، يقول عند قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال ماذا؟ ها؟ قال: نزلت في بني قريظة والنضير، كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، قاله ابن عباس وقتادة. يعني اليهود كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، إذا ليس لم يكن موجودا، وبعد بعثته، يعني قبل بعثته أو بعد بعثته النبي عليه الصلاة والسلام ليس موجودا. نعم. غيره الشيخ محمد عابد السندي من كبار علماء الحنفية، له رسالة خاصة فرد على ابن تيمية في مسألة التوسل يقرر به ما عليه الكافة. طيب الزبيدي، الزبيدي صاحب تاج العروس وصاحب شرح الإحياء، تاج العروس هذا 50 مجلدا في شرح القاموس، هذا موسوعة، محدث لغوي فقيه جامع العلوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول بالدعاء: ونسأل الله لا يكلنا إلى أنفسنا فيما نعمله وننويه بمحمد وآله الكرام البررة. غير هؤلاء، الإمام الحصكفي صاحب الدرة صاحب الدرة المختار الذي شرحه الشيخ ابن عابدين من أئمة الحنفية رضي الله تعالى عنه، كذلك يتوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال غنيا عن إفصاحي وجيادي أوصافي الحسنة، متبارية في ميدان المداح بجاه سيدنا محمد الذي علا على البراق وتشرفت به الآفاق وآله الكرام وأصحابه الفخام عليه الصلاة والسلام. إسماعيل حقي صاحب تفسير روح البيان في الجزء الأول صفحة 176 يقول: بجاه النبي الأمين، في أول كتاب صفحة 176. الطحطاوي صاحب حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح من أهم حواشي الحنفية المتأخرين، يقول ماذا في صفحة 360؟ يتوسل إليه بصاحبيه، وذكر بعض العارفين أن الأدب في التوسل أن يتوسل بالصاحبين إلى الرسول الأكرم ثم به إلى حضر الحق جل جلاله وتعاظمت أسماؤه. الشيخ المطيعي، الشيخ بخيت المطيعي، ليس نجيب المطيعي، الشيخ بخيت المطيعي، هذا مفتي الديار المصرية، الإمام الحبر الجامع للعلوم، ماذا يقول له؟ مقدمة لكتاب شفاء السقام، يقول سماها تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد، مقدمة لكتاب شفاء السقام كلها في التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وبجواز التوسل. الإمام الكوثري خاتمة الأئمة، أعظم الأئمة المتأخرين من الحنفية، له مقالة: محق التقول في مسألة التوسل. طيب يا أخواننا يا سلفية، غفر الله لنا ولكم، يعني ترون الكثرة الكاثرة من علماء الحنفية يقولون بالتوسل، وأنتم تقولون في كل موضع وحين: الحنفية أخذوا قول أئمتهم في الفروع وتركوها في الأصول. طيب هذه في الفروع، ثم أنتم تنقلون يحرم عند الحنفية وعند أبي حنيفة. من يعني هؤلاء نقلت مذهب الحنفية، من منهم قال إن لا يجوز؟ يعني هؤلاء أنتم تتهمونهم بالتعصب وأنهم لا يخرجون عن قول إمامهم ولا في كلمة واحدة في الفروع. طبعا هؤلاء هم يقررون من قديم الزمن، المحدث منهم والفقيه والأصولي والأديب وكذا وكذا وكذا. فاتقوا الله تعالى يا أخي. طيب ماشي، كل هؤلاء خطأ وابن تيمية صح، أين نقلكم عن أبي حنيفة بتحريم التوسل؟ تنقلون من خصومه وأعدائه. أين قال أبو حنيفة في كتبه رضي الله عنه وفي كتب أصحابه محمد الحسن، كتبه موجودة في كتب ظاهر الرواية عمدة المذهب، في المبسوط، في بدائع الصنع، أين أن الحنفية يحرمون التوسل؟ اتقوا الله تعالى، لا تلبسوا على العوام، لا تخدعوا العوام.
يعني أنا كنت أتكلم ارتجالا لا أتي بجزء والصفحة، لا ننتبه جيدا، هذه قضية مهمة جدا، يعني يخدعون المسلمين ويخدعون أصحابهم وأتباعهم. لا، الحنفية ما كانوا هكذا أبدا، رضي الله عن السادة الحنفية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.